السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب.com. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. على هامش أزمة حكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله، الجامعة الملكية تقدم توصية للمدرب وحيد خليل زيتش. قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصية إلى الناخب الوطني وحيد خليل زيتش بعدم إجراء أي لقاء صحفي مع منبر أجنبي في الفترة الحالية، على هامش الجدل الحالي القائم بشأنه مع الثنائي حكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله. وأفادت المصادر أن الجامعة الملكية أبلغت خليل زيتش بعدم القيام بأي لقاء صحفي وتجنب الحديث في الندوة الصحفية القادمة عن أزمة ثنائي بهدف الحفاظ على التركيز وعدم الانصياع لمواضيع أخرى غير الدور الفاصل من تصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وتابع أن الجامعة تحافظ على هدوئها ولا ترغب في خوض أي قرار متسرع خلال المرحلة الحالية التي تعد حساسة للمنتخب المغربي، كون المجموعة مقبلة على مباراة حاسمة في الدور الفاصل أمام الكونغو الديمقراطية ووجب الاجتياز الأخير للتواجد في قطر. ومقابل جدل القائم بين المغاربة حول اتهامات خليل زيتش بالكذب والتضليل بعد تصريحات عبد الرزاق حمد الله الأخيرة، لم تصدر أي ردة فعل من البوصوني على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أو الجامعة التي ترفض الغوص حاليا في الموضوع. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.